بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. درس جديد من لوبتيكا وكلارة، درس لاكويتية فيزياء، موقع دار زنجان، قناة تيسير. الرحمن الرحيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في لسان حبيبتان الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا ملاحظة، أنا مبشر، إذا أخطأت ولا فأرجو الدخول على اليوتيوب وتصحيح الفيديو. بارك الله فيكم، ما تنساش تعاونا بالصحة والعافية والرحمة، ودخول الفيديو وأسئلة. نبدأ على بركة الله. لاكويتية فيزياء، لاكويتية فيزياء، نبداو بالتعريف. لاكويتية فيزياء لا ميزوري دو مانيير كورون او افتولموجيك كوريسبوندون ا لا بوفوار سيباري دو لوكيلار، سيتادير لا كاباسيتي دو لاي سيباري دو بوان ديستينيمي رابروشي او ماكسيموم ا موان داتر كونفوني ان بوان اونيك لونغل فيزيال سو tendu par le point, c'est-à-dire leur écartement apparaît défini de minimum séparable appelé également l'angle de minimal de résolution exprimé en minute d'arc. L'angle l'acuité visuelle est la قدرة العين على التمييز بين نقطتين بعيدتين قريبتين. هي باللغة العربية هي مدى قدرة التمييز بين الخطوط القريبة جدا من بعضها أو بين النقطتين. فلكل عين سليمة قوة فاصلة تختلف من شخص لآخر، وهي وفي التوسط يمكن للعين السليمة أن تتميز بين نقطتين أو بتفصيلهما مسافة 1 مليمتر عند النظر من بعد 0.5 متر، وبالتالي يمكن حساب قدرة ظاهر الرؤية. نبدأ بالعلاقة، كيف نحسبوا قيمة لاكويتي فيزيال؟ شوفوا هذا الرسم يبين عندنا قيمتين، ها هي نقطتين 1 و2، وهذه هي العين. كيف هل العين تقدر تميز بهذه المسافة دي؟ ها هي المسافة دي تقدر تميز بعيني. مثلا في الشمس توجد نقطتين ملتهبتين، واحد ما يقدر يشوفهم، بس كي تكون قريبة مثلا السبورة نكتبوا فيها زوج نقاط وتكون قاعدة للخر تقدر تميز. هذاك دوكا نحسبوها هي لونغل. ها لاكويتي فيزيال هي تعتمد على هذه الزاوية الفا. كيف نجي ونحسبوها؟ عندك لاكويتي فيزيال اكسبريمي بار، عندك ال ا في هو واحد على ا، او العلاقة الاخرى هي افيك ا 3.44 في الدي بالمليمتر على دي كرون دي بالمتر. ها هو دي صغير هو هو الطول بين النقطتين، والدي الكبير هو الطول بين النقطتين والسي. ها باش نتفاهم مليح، هاو كرون دي هذا بالمتر وهذا بالمليمتر. نجي هنا او دي ريبريزونت لا ديستونس مينيمال او بوان دو دي سيمونابل، اي دي ريبريزونت لا ديستونس اوبسيرفاسيون. Pour une même distance d'observation d, plus les objets à distinguer sont proches, plus l'angle visuel a des faibles, plus on voit séparément élevé. Ce type d'acuité visuelle est Allahu Akbar. C'est-à-dire à la rétine centrale. اكزامبل، انت مثال سي ا يساوي 1 مينوت، لسباس دي راهي 0.2 مليمتر والدي هو 60 سنتيمتر. لازم الجماعة تحولوا المتر تفهموا سي كي كوريسبوندو ا ا في هو 10 على 10. ها هو المقياس هذا ا في، خيط روحو تاع العينين، الله اكبر مبغاتش تمشي بشويها، خيط روحو تاع العينين يقولك عينك 8 على 10، 2 على 10، 5 غير 10، 10 على 10. الله اكبر، فزدت الكاميرا، معليش. نجي هنا الرومارك خفيفة، afin de déterminer exactement l'acuité visuelle d'un objet il faut tenir compte également de sa minute visible et son minimal d'allongement et son minimal lisible. نجي برك الملاحظة صغيرة، الفا راهي لونغل دو ريزوربسيون اكسبريمي بار مينيت، ونجي التحويل من درجة المينيت. حذاري في الحساب، هنا راكم تحسبوا حذاري، كي تحسب لازم دير حسابك حذاري، راهي بالدرجة، إذا عندك بالدرجة لازم تحولها للدقيقة. عندك 1 درجة يساوي 60 مينيت،
من قصة في العظيم الذي يحيي قيوم تبقى في العلوم في الزحف. السلام عليكم.